ليش حالك؟ لازم والله يكون صوت حتى كبوسك. لا يزم. كل واحد يصور فيها ورا، هو يصور فيها. هو يصور فيني. وقتاش نبداو وقتاش؟ عايشك عايشك. لا لا وقتاش نبداو إن شاء الله؟ نبدو وقت اللي جو جماعة ما عرفتش الجنسات ويني. أي. نبدو له السوق. لا ونحكي الفلاحة وقتاش نبداو يجيو معنا؟ الفلاحة. مازالت هاي بدات شوي شوي جاي. خمسة؟ احنا الخمسة قبل ندخل. نبداو الخمسة ندخل السوق. لكن نبيعوا على الستة يقول. نبيعوا على الستة. أيوة. الخمسة تبقى الفلاحة. ندخل الخمسة نبيعوا نبدو للفلاحة في الستة. والقفاف هذا من اللي شونت يوم أنا. هذا ناخذ بيهم الزيتون. هذا نتعب بيهم من العرض. ما زلنا ما نمشي كله. علمه. سنة باهي المسر. لا سنة صعبة مصلي عندي شيرات ربي إن شاء الله يسلم منهم ربي يعمل قسم للأمة وبما شاء على الصلاح إن شاء الله تونس تقعد سالمة لبس عليها. أنا ديرك مكان جاي أحسن. وين هو؟ أنت أنا مكان جاي. ثم مكان جاي. ثم ثم وكل مكان جاي. أنا مكان جاي يعني. أنا ديرك مكان جاي. صباح الخير. وين هي؟ اسكري صباح الخير اسكري وقتاش تبداو لنا الدلال لا يسكري استناوا فيقلك استنى السيد الوالي حتى يجي وانت ثم شويه فلاحه جاي هذاك هاك الزيتون هذا شنط مرحبا بك اشني الصاب صناعي الحمد لله انا باهي شويه الحمد لله منين تودي منين تجيب السلعه سيدي بوزيد سيدي بوزيد السلعه باهي سيدي بوزيد لا صح هذه السلعه هذه السلعه سيدي بوزيد أموركم رجلك الرم مش حالك إيه؟ الحمد لله. ويكون من برا؟ شو يكون؟ يخرج السوق مرجعي بتاع السوق
احنا مال السوق اشنو مال السوق ايوا صاحبي ملي تعرف انا مال السوق احكي في السوق ولا شي سي فتحي وفهمتي سي احمد سي فتحي صباح الخير ايوا اشنو اللجوه سي فتحي طيبه ان شاء الله ربي يعطي خير ومرنا واضحه اصبرك شنو توصل للسوق الاسوام من وين نروح ندخل عندي؟ ما عملنا ولا بدينا؟ اي بشوي بشوي رسنا وعاد رجعنا يا اخوي رسنا 500 دون المتوسط دون المتوسط رسنا 500 800 دينار عندي خاطر راك ستوكاج عندك ستوكاج زيد ما تصرفش اي ما تصرفش ما شيء اما اللي حول لها عندي بعد راس العام عندي يخرج تسرح شوية تسرح شوية يخرج الزيت فهمتي و 500 اللي حول لها فهمتي اي وربي شاء الله يخاطر خير في الحزام هيبدا فرحانة انت وين مش تستنى لسوق قال 15 مليون كريستيا وني ها تبع الكريستيا وني عندي هذا الكريستيا مو برشا تخدم بجد ها هاتيكم الصحه هذا الزيت مانا واخير ربي عايش عايش يعطيك الصحة ربي عايش أو علينا احنا خدمتنا مشهور الله يبارك في محمد الله يبارك نعرفك يا ودي راك راهي دار كبيره نعرف اذا ما نزيدوش شويه نعرف حاجه حد لا ما تحطموش ضربه واحده لو كان يحكي عملوا جاتوا 2450 طرناطه انا عام 90 هو نجي قبل غادي تجي من طرناطه في واش 2400 في 50 و 51 صباح الخير صباح الخير
صابر القدورة. صابر القدورة. شيلة. هذه أربوزانة صابر. أربوزانة. لا 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 من أحسن الشجرة الموجودة هذا من أحسن الشجرة هاي هاي تفضل هاي خلي شوي المكاجي خلي خلي المكاجي يدخل خلوا له شوي يدخل خلي المكاجي يدخل خلي يستفتح ايش اللي تربح ايش علينا تغشش بالعكس ما الفلاح يكون متغشش انا لازم يكون متغشش عادي لا لا ما تغششوش اجي لهني يا سي محمد اجي لهني اجي لهني عصر الساعه عصر السلعه اجي اجي شوف سي محمد شوف السلعه هذا ما يتاثرش ما اسمع الزيتون هذا تو ما يتاثرش بلو نعصر الزيتون كان في ديسمبر هذا معروف هذا مازال خرف وقتوه بين 7-8% حتى مش تاخذه مش يقطعك مش تكلف لك كيلو ب 8500 9000 فرنك. كلام زين. سبعة برد. ها؟ 700. وين منك يجي؟ ها؟ وين المكان جاي؟ شعطوك هذا، بداو يجلسوا. 600. ها؟ 600. 600، علاش غادي 700 هنا 600؟ شعطوك زيرو شعطوك. الزيتون الزيتون. الزيتون الزيتون. 8%. هذا 8% مازال جديد هذه. 8%. ها؟ 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 بالماء. هذا عبارة عن ماء. غير لحمية. غير لحمية. والمديرة طيبة 10000 مازال مغري توا الهبنا لك تقول 8% معناها الزيت ب 8000 حاسبك انت كلامك هكا السم ب 600 كيفاش؟ ما كيفاش ما يجيش 8% يقطع 12-13% نص سنتك لا مازال اما تقول لي 8% 8% معناها الزيت بتاع السم ب 8000 تعمل 8% مش تاع 8% اي لا توا احنا غادي 8% المكياج نتكلم غادي 8 المكاج غير 8% 8% كيفاش سوم 600 سوم الزيت ب 8000 على حساب نحكيو لا مولا تحضر نتحدثوا لا هو ياخذ يتكلم يقول لي 12% 13% سوم 600 فرنك نستنتج حسب سوم الزيت تو ما تقولش 8% التثمين هذايا كيفاش نستغلوا هالشهادات العالمية هذيا مع الأسف نتفرجوا عندنا ثروة قدامنا عندنا شهادات عالمية اللي
هاي بري